شكراً جزيلاً. السادة قادة الدول، السيدات والسادة الأفاضل، سعيد أود أن أرحب بكم في هذا اللقاء النهائي للقمة والذي يمنحنا جميعاً فرصة للتعاون مع السادة أعضاء القمة. لقد قمنا بدعوة الكثير من قادة الدول الأفريقية وكذلك المنظمات الدولية، كما قمنا بدعوة الكثير من الدول الصديقة والمجاورة لروسيا إلى هذا المحفل. كما يشارك في هذا اللقاء جميع قادة الدول المعنيين والذين يرغبون في التعاون معنا. То есть у нас за общим столом представлены государства Европы, Азии. أي أننا نجمع على طاولة المفاوضات كثير من القادة الإفريقيين وقادة آسيا وأوروبا لمناقشة القضايا الدولية والإقليمية، ومن بينها القضاء على الفقر، التبادل الثقافي وتبادل الخبرات، كما أننا نولي اهتماماً كبير للصراعات الدولية، خاصة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، كما أننا نهتم اهتماماً خاصاً بكل القضايا الخاصة للدول الأعضاء، ويجمعنا اهتمام مشترك ورؤى متفقة. ونحن على ثقة كما أن هذا اللقاء لابد أن يكون موجها إلى احترام سيادة جميع الدول الأعضاء. Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и все. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, независимые, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии. في بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية، وكذلك مواجهة العقوبات المفروضة والتوصل إلى حل للهيمنة الغربية على العملة، وكذلك قضايا التغير المناخ. К возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий. Тем самым подрывается региональная и глобальная стратегическая стабильность. كما أننا نهتم اهتماما خاصا باستقرار الوضع الإقليمي والدولي. Один из примеров этого это على سبيل المثال اهتمام بالقضايا والصراعات، ومن بينها على سبيل المثال الصراع الروسي الأوكراني، ونسعى إلى الوصول إلى تحقيق حل شامل لهذه القضية من خلال التوصل إلى حل يضمن للشعب الروسي حقه. Не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа. Но, как условились, среди главных тем нашей дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке. ولكن من أهم القضايا التي ستتوقف عنها أيضا هي الصراعات في الشرق الأوسط. Место то, о чем говорил, это обострение застарелого конфликта, который. ومن بينها منها الصراعات. الغير محسومة التي استمرت على مدار العشرات السنوات في السنوات الماضية. В результате боев в секторе Газа уже погибло более 40 тысяч человек.
والتي راح نتيجتها الكثير من الضحايا على سبيل المثال في قطاع غزة. نحن نعلن رفضنا الحاسم لأي تدخلات ولأي أعمال إرهابية تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. كما نوجه الاهتمام إلى القضية والصراع الذي تصاعد بين إسرائيل وإيران. والذي أدى إلى تصاعد أعداد اللاجئين نتيجة لهذه الصراعات والحروب. ولدى روسيا الكثير من القضايا التي لا بد من البحث عن حلول لها، ونحن نفعل هذا وسنقوم بفعله. وروسيا تقترح أن نفكر في ونحل هذه المشاكل، وكذلك أن نسهم في تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط. لذلك منذ بداية الأزمة مع أعضاء بريكس وغيرها من المجموعات اشتركنا في تسوية الأوضاع. كما كنتم تذكرون كان هناك جلسة طارئة عبر الفيديو لمجموعة بريكس حول هذه المسألة، إضافة إلى إطلاق العملية التسوية السياسية لحل الأزمة الشرق أوسطية بكاملها، ولإيصال المساعدات للمتضررين. ويجب أن تكون التسوية قائمة على أساس معايير القانون الدولي، وهذا بشكل مباشر ينظر أو ينص على إقامة دولة فلسطين تتعايش بسلام مع دولة إسرائيل، وكذلك حل هذه الأزمة وإقامة هذه الدولة يمكن أن تعطي ضمانا لإقامة الاستقرار في المنطقة. ولكن للأسف لا يمكن حل هذه المسألة، لأن العالم والمواطنون ما يزالون يعيشون في هذا القلق من تكرار هذه الأحداث. والمطالب الأساسية للسلام والاستقرار في على الأراضي الفلسطينية هي تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة. فتقييم الأوضاع في العالم يجب أن نشير إلى أن دول الممثلة هنا لديها إمكانيات كبيرة وقدرات كبيرة وسمعة جيدة على ساحة دولية، ونستخدم ذلك لمساعدة في تأمين الأمن العالمي والتنمية المستدامة. الكثير من دولنا قد قدمت مبادراتها المهمة جدا. روسيا اقترحت إقامة منظومة أمن غير متجزئة وعادلة في المنطقة الأوراسية، وهذا يؤدي إلى استقرار المنطقة وتنمية وتطوير كل الدول في هذه القارة. واليوم في جلستنا أو هذه الجلسة تجري في يوم تأسيس منظمة الأمم المتحدة في 24 من أكتوبر عام 1945، قد سرى مفعول ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مدى 80 عاما هذا الميثاق يعتبر أساسا للعلاقات الدولية والقانون الدولي. الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا رئيسا ومحوريا في حل الأزمات ودعم التطوير والتنمية، ولا بد من تعديل و
представленности إصلاح Совета الهيئات في Безопасности и الأمم других المتحدة ключевых بما органов يتناسب مع الأوضاع Стран Азии, المعاصرة Африки и وزيادة Латинской تمثيل Америки, в том числе الدول тех, في مجلس чьи الأمن بما лидеры في ذلك находятся в من этом зале. أمريكا Давно اللاتينية назрело и وأفريقيا реформирование ООН وآسيا كافة институтов ومن الدول развития التي и глобальных ممثلة اليوم финансовых هنا. структур. إضافة إلى ذلك يجب Без развивающихся стран أن мировой экономики نتحدث عن кардинально المنظومة изменился за المالية، последние فالأوضاع годы. Но في это, в частности, الدول не في нашло العالم قد تغيرت адекватного بشكل отражения в كبير، системах ويجب أن управления تعكس Международного валютного منظومات фонда, Всемирного банка и других البنك многосторонних банков الدولي развития. وصندوق النقد الدولي Отцы أن основателей تعكس Организации هذه Объединенных Наций التغيرات، видели ее نحن предназначение в том, чтобы رأينا быть دور центром для الأمم المتحدة согласования لأن تكون действий مركزا наций. لتوافق Потому что сообща الشعوب، и коллективно لأنه можно بشكل действительно مشترك отвечать на يمكننا глобальные أن вызовы и угрозы, نتحدى решать такие задачи, как борьба с терроризмом, التهديدات والتحديات незаконным بما في ذلك оборотом مكافحة наркотиков, الأرهاب، الإرهاب коррупции, организованной والمخدرات преступности, والفساد включая криминальное والجريمة использование المنظمة информационных технологий. بما في И, ذلك конечно, استخدام обеспечивать устойчивый وسائل экономический рост на благо всего التقنيات развития и المعلوماتية، процветания. Всеобщего развития وهذا экономики. كذلك يؤدي إلى Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах النمو мирового большинства. الاقتصادي Поэтому пришло للعالم время يجب أن пообсуждать идею создания تعنى به собственной أغلبية платформы العالم، для لذلك раскрытия لابد потенциала من наших إقامة растущих экономик. منصة Ее цель لاستخدام الدول увеличить النامية инвестиционные مقدرات потоки الدول страны النامية БРИКС, في глобального юга и востока. هذا المجال، И сделать акцент на ويجب أن вложение نركز средств в большие инфраструктурные и دفع технологические проекты. Важно выстраивать الموارد альтернативные, надежные и свободные للتنمية от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, وإيجاد آليات مالية производственно-логистические خالية من أي цепочки, наладить إملاءات обмен технологиями وفروضات передовыми وتبادل знаниями, развивать и повышать التقنيات والمعلومات, وكذلك تطوير وسائل المواصلات بما في ذلك طريق شمال جنوب والطريق البحر الشمالي. Как мы хорошо знаем, كما особое место نعلم в тематике устойчивого فإن развития مسألة занимает Клим. التنمية المستدامة Логично, تتركز что فيها مسألة المناخ، وعلى جدول هذا الأعمال يجب أن يكون هناك حلول لزيادة ارتفاع الحرارة العالمي، ولا بد من تمويل التقنيات لتتكيف مع تغيير المناخ، وروسيا بشكل كبير ونشط تشارك في العمليات الدولية، ونحن نعتبر من الدول الرائدة في إنقاص الانبعاثات، حيث يصل نسبة مواد الطاقة النووية والأحفورية حجم الانبعاثات في أقل من 5%، وبالتالي نحن نخفض من الغازات الدفيئة. إضافة إلى ذلك نسعى لتعزيز الأمن في الطاقة والأمن الغذائي، حيث قمنا بتصدير أكثر من 100 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية، ونحن نشغل الأماكن والمواقع الرائدة في مجال الطاقة، لذلك لابد من إقامة مركز يعنى في المواد الغذائية بما في ذلك الحبوب ليتم توزيعها بشكل عادل. وأود أن أشير هنا أن روسيا كغيرها من دول بريكس منفتحة للعمل المشترك مع دول الجنوب والشرق العالميين على أساس التنمية الشاملة لإقامة عالم أكثر جودة يحترم التطور السيادي ورغبة الشعوب، ويحترم الثقافات والأديان والقيم. وأعتقد بأن لقاءنا اليوم سوف يسهم في حل الكثير من المسائل الإقليمية والدولية، وشكرا لاهتمامكم.